أهلا بكم من جديد. نظام المجلس القومي للسكان والتنمية، الأمانة العامة ومجلس السكان بالولاية ورشة تدريبية خاصة بالإعلاميين عن قضايا السكان والتنمية، والتي جاءت بعنوان الإعلام وقضايا السكان والتنمية، التي عقدت بمركز التدريب المستمر بالولاية. وتحدث في الجلسة الافتتاحية الأستاذ هارون محمد عبد الله مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن قضايا السكان من أهم مرتكزات وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا دور الإعلام في طرح مشكلات وهموم السكان والإسهام في حل كثير من القضايا. وأضاف أن الإعلام هو المدخل للسكان والوسيلة الأنجع لحل كافة القضايا، بجانب تقديم الدعم اللوجستي لكل الأمور الخاصة بالتنمية وقضايا السكان لمواكبة النهضة التي تنتظم الولاية. بحث دكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم دكتور أحمد جمال أحمد نائب المدير العام للمشروع القومي للإنتاج البستاني والحيواني، بحث البرامج العلمية التي يمكن إنفاذها في إطار المشروع القومي للإنتاج البستاني والحيواني، والتي تشمل مجالات الإنتاج البستاني والحيواني والأعلاف. وأكد دكتور أحمد جمال أن المشروع يستهدف تقوية المنتج والمستثمر السوداني بنمط جديد من تطوير الاستثمار وخلق نماذج كبيرة تستهدف الأمن الغذائي وخلق نواة للصادر، مشيرا إلى أن البرنامج يستوعب الميزات النسبية لكل ولاية. أجازت محطة البحوث الزراعية بالأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان عددا من الأصناف الجديدة لمحصولي الكركديه والذرة المشهورة عالميا. وأوضح دكتور حاتم جمعة المرضي الباحث بمحطة البحوث الزراعية بالأبيض مستشار مشروع تطوير التقاوي لوقاية النباتات أن هذه الأصناف التي تمت إجازتها مؤخرا في محطة البحوث الزراعية بالأبيض تعتبر من الأصناف المعروفة عالميا ومطلوبة في الأسواق، وهي صنف الرهد وأحد أجود نوع من الكركديه الأحمر، والصنف شيكان للدخن المعروف والمشهور بإنتاجه في منطقة شمال كردفان. وأشار إلى الميزات النسبية للولاية في إنتاج المحاصيل الزراعية من حب البطيخ والفول السوداني والصمغ العربي والسمسم التي تمثل نسبة 80% من الصادرات السودانية. أكد الأستاذ عادل أبو محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بأنه لابد من إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لزيادة المواعين والإيرادات والربط مع تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين. وقال لدى مخاطبته للاجتماع المشترك بين وزارة المالية ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة وإدارة التحصيل الموحد، قال إن الولاية تواجه تحديا ماليا في الإيرادات، وأشاد سيادته بالدور الكبير والمتعاظم الذي تقوم به وزارة الثقافة والإعلام، مؤكدا دعمها لها في كافة المجالات. حققت أسعار الإسمنت بسوق عطبر استقرارا منذ الأسبوع الماضي، وبلغ سعر الطن 1550 جنيها بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم. واستقر طين السيخ 3 لينا على 14800 جنيه، فيما استقر سعر الكمر زينة 14 متر على 2380 جنيها، والجير على 35 جنيها للجوال. كما استقر سعر الماسورة 1.5 على 20 جنيها، ولوحة سبندة على 75 جنيها. ننتقل عقب الفاصل لطافة من الأخبار الإقليمية.